عند اعتلاء النبي سليمان العرش كملك على بني يعقوب، طلب من الله سبحانه وتعالى إعطاءه الحكمة والمقدرة ليحكم بينهم بالعدل، فاستجاب الله له. وفي يوم من الأيام أتت امرأتان إلى النبي سليمان عليه السلام ووقفتا أمامه لكي يقضي بينهما. يا سيدي، ودي أسولف لك سالفتي. أنا والمرأة هذه نازلات ببيت واحد، وحملت وجبت ولد، وهذه عقب 3 أيام جابت ولد، وعشنا مع بعضنا ببيت واحد وما فيه غيرنا، وبيوم من الأيام مات ولد المرأة هذه لأنها وهي نايمة قلبت عليه بالليل. بس قعدت بالليل وشافت إنه ولدها ميت، وشافتني إني نايمة أخذت ولدي بمجان ولدها ونومتها بحضنها وجابت ولدها الميت وحطته عندي. يوم قعدت الصبح وجيت ودي أرضع ولدي شفت إنه ميت، ويوم إني بحرت على وجهه زين دريت إن الولد هذا ما هو ولدي. لا يا سيدي لا، هذه المرأة تكذب، الولد هذا ولدي واللي مات ولدها هي. لا يا كذابة لا، ولدك أنت اللي مات وأنا ولدي اللي هالساعة طيب. أنت اللي مات. على هونشن على هونشن على هونشن. اسمعني يا بنات اسمعني زين، كل وحدة منشن تقول إنه هذا الولد ولدها واللي مات ولد الثانية، ومشان هذا الشيء يا حرس. نعم يا سيدي. أعطوني سيف. تفضل يا سيدي. اقطع العيل هذا من النص واعطي كل وحدة منه النص. لا أنا داخل عليك يا سيدي، لا تذبحونا، لا 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 تذبحونا. أنا داخل عليك يا سيدي، أعطيها الولد ولا تذبحه ونصربه شي يا سيدي، تراني غرموت. لا يا حبيبتي، لا لي ولا لك، يقصونا نصين خيار. لا لا يا سيدي لا لا. على هونكم على هونكم. أعطى الولد المرة الأولى لأنها ودها إياه يعيش، لأنها هي أمه.